قيم الأنبياء في أقوال الحسين، كما تألقت مواقفهم في أعمال الحسين وفي أفعاله. قافلة الحسين تكشف عن نفسها، ففي المدينة المنورة نتعرف على ظلامة الحسين، وفي مكة المكرمة نتعرف على إمامة الحسين، وفي كربلاء نتعرف على شجاعة الحسين، وفي الكوفة نتعرف على رسالة الحسين، وفي الشام نتعرف على انتصار الحسين، أما في الجنة فسوف نتعرف على مقامه وعظمته وسلطانه. الحديث عن الحسين حديث عن الوجدان، وحديث عن الضمير، وحديث عن الكوامن الخيرة في بني آدم، والحديث عن أعدائه حديث عن النفاق، وحديث عن التوحش والكوامن الشريرة في بني آدم. دعا الله الحسين إلى الهدى فاستجاب له، ودعا إبليس يزيد إلى الضلال فاستجاب له، وكذلك هو الأمر مع أتباع الطرفين. فأولياء الحسين استجابوا لدعوة الحسين إلى الهدى، وأحباء يزيد استجابوا لدعوة يزيد إلى الضلال. أوضح الحسين عليه السلام للجميع طريقة إحياء الشريعة، فعندما يصل الأمر إلى طريق مسدود فلا خيار أمام المؤمنين إلا استقبال الشهادة برضا نفس ورحابة صدر. الحسين ثلاث: حجة الله على العباد، وباب لنجاة الأمة، ومنار للفضائل والمكارم. الشعائر الحسينية ليست رايات حزن لمآسي أهل البيت عليهم السلام فحسب، وإنما هي استفتاء على منهجهم ومذهبهم أيضا. الحسين ينبوع لأصفى أنواع الحب، كما هو منبع لأقسى أنواع الأحلام. بصائر ثورة الحسين لا تنتهي، وكل جيل يمكنه أن يأخذ منها ما يتناسب مع حاجاته وتطلعاته.